عمرك فكرت مين الشخص اللي ورا تطبيق تليجرام اللي غير مفهوم التواصل الفوري؟ النهارده هنتكلم على بافل دروف، رجل الاعمال الروسي اللي بنى امبراطوريه رقميه وقدر يحقق نجاح وثروه ضخمه رغم التحديات اللي واجهها. بافل دروف رجل الاعمال ومبرمج روسي مؤسس شبكه التواصل الاجتماعي فكونتاكتي اللي هي في كي، واهم حاجه عملها هو تطبيق المراسله الفوريه الشهير تليجرام. دروف اتولد في 10 اكتوبر سنه 1984 في مدينه لينينغراد في روسيا، وتعرف بعد كده بتاسيسه لتليجرام اللي جمع اكتر من 600 مليون مستخدم من ساعه ما بدا في 2013. وبالرغم من دروف كان عنده مشاكل كبيره مع الحكومه الروسيه من سنه 2014، دروف رفض ان هو يتعاون مع المخابرات الروسيه ويسلم بيانات المستخدمين، وده خلاه ان هو يسيب روسيا ويبيع حصته في شركه في كي. ودروف بعدها نقل لدبي في 2017، ومن ساعتها هو بقى اغنى وافد في الامارات بفضل نجاح تطبيق تليجرام، والمشاكل دي لسه مستمره لحد دلوقتي بس هنتكلم عليها بشكل مفصل في الاخر. تليجرام مش بس تطبيق للمراسله، ده بقى منصه عالميه للتواصل الامن وللحكومه كمان مش بتقدر تتحكم فيها. في 2024 عدد مستخدمين تليجرام وصل ل 900 مليون، وتقدر قيمه الشركه باكثر من 30 مليار دولار. وعلى الرغم من محاولات روسيا حظر تليجرام، دروف فضل واقف قدام الضغوط واثبت ان الخصوصيه وحريه التعبير اهم من اي حاجه تانية. دروف مش بس ملياردير لكنه مؤمن بحريه الانترنت وخصوصيه المستخدمين. ثروته دلوقتي تقدر ب 15 مليار دولار، وبيعتبر من اغنى الشخصيات في الشرق الاوسط. دروف بيؤمن ان الانترنت لازم يكون مساحه حره وامنه لكل المستخدمين، وده اللي بيخليه مستمر في مشاريعه اللي بتدافع عن الخصوصيه. واحتجزت السلطات الفرنسيه بافل دروف في مطار لوبرجيه في باريس كجزء من تحقيق قضائي بداته السلطات الفرنسيه الشهر الماضي ان في 12 انتهاك جنائي مزعوم على تليجرام، لكن اطلق سراحه تاني بعد 4 ايام من اعتقاله والتحقيق معاه، لكنه هيتقدم قدام لجلسه محاكمه وهيتم توجيه اليه تهم جنائيه كمان محتمله، ومنها تسهيل الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على الجريمه المنظمه، ده غير كمان ان الاتهامات دي منها برضو رفض استخدام تليجرام للتعاون مع السلطات وتقديم معلومات ووثائق مطلوبه بموجب القانون. وبس لو الفيديو بتاع النهارده عجبك ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات ايه رايك في تليجرام وهل بتستخدمه. اشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.